بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرلمان، برلمان ليبيا اللي ما نابت نبتة في صخور ليبيا، تمام، مشغول في إصدار قوانين تجرم السحر، تمام، وهذا السحر مجرم من 1500 سنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. السحر مجرم معروف يعني من 1500 سنة. مشغول البرلمان في القرن 21 بإصدار قانون يجرم السحر وقوانين، تمام، عدم فقد أعضاء البرلمان، وقوانين عدم سب أو عدم نقد أعضاء البرلمان في منصات التواصل الاجتماعي، تمام. مشغول جدا جدا البرلمان، ومسيب لبلاد مقعورة، تمام، مصر والروس، تمام، وأيضا حتى في مسؤول تقريبا يقول واحد عنده لحية نعاقبة، قوانين يعني ما شاء الله ستسبب في تقدم البلد، تمام. المشكلة أن برلمانات العالم في ماذا تناقش؟ إرسال أسلحة نووية إلى الفضاء، تمام، محاولة بناء مدن نموذجية مصغرة في بعض الكواكب، تمام، أخرى البحث عن كواكب في أعماق الفضاء بها مياه وأكسجين وصالحة للحياة، تمام. لكننا هذه القوانين اللي مشغول بها برلماننا في هذا الوضع اللي سير فيه البلاد، في قانون تحريم، نحتاج إلى قانون تحريم واختطاف النواب. يعني هل ممكن تطلعوا لنا قانون مثلا يمنع اختطاف وقتل وإخفاء وتغييب أعضاء البرلمان؟ على الأقل يا سيدي أهو قانون هيك يديروه حتى تاريخيا، تمام. يا أخي الكريم، استدعوا مسؤولي الأمن، استدعوا المسؤولين في الأمن، تمام، في الجهات الأمنية، من الجيش، من الكتائب، من الأجهزة الأمنية، حققوا معهم في اختفاء واختطاف أعضاء البرلمان نفسهم، فكونا من المواطنين يا سيدي علي كيف، تمام، نحن مش مهمين بالنسبة لكم، تمام. فهذه عايش في عالم برلماننا والوطن في عالم ما ذكرت من قوانين السحر وقوانين اللحية وقوانين ما تسبوناش يجرم اللي سبنا في الواحد ولا لا. هذا الشيء بسيط جدا جدا. المشكلة الأخرى، المشكلة الأخرى أن ليبيا محتلة احتلال في قضايا تمس الأمن القومي، هذه مسؤولية الليبيين كله، ليس فقط البرلمان، جميع من في المشهد وغير في المشهد. يعني آخر خبر قضية الكفرة والمياه الجوفية ومشروع مصر وأنابيب، لو كان حق هذا الأمر، هذا احتلال. المياه مصادر المياه، مصادر المياه أمن قومي معروف، تسبب حروب بين الدول، هناك حرب عالمية حول مصادر المياه، تريد أن تدمر دولة إحدى مصادرها المياه، إحدى المصادر التي تستولى عليها مصادر المياه سواء الجوفية أو غير الجوفية. وأنتم أدرى حروب كثيرة قامت في العالم بسبب المياه، آخرها حرب مصر، مصر وأثيوبيا، والتنشن، التوتر اللي صاير، وكادت أن تحدث حروب، تمام، كادت أن تحدث حروب، وممكن مازال في أمل. واحتجت مصر وسد النهضة وكمية المياه اللي بيحبسها السد ستمنع الزراعة ومش عارف نهر النيل ينخفض وما إليه، تمام. ثم نفس مصر، نفس الحكومة المصرية بتأخذ المياه الجوفية اللي من الخزان اللي عندنا في ليبيا. الخزان المياه الجوفية اللي في ليبيا خزان مش تشار، لا ينضاف، لا ما ينزادش كل سنة، كما تقول صندوق حاط فيه كمية من الماء، يوم الماء ستنتهي، يوم الماء ستنتهي. فارق بين أن يكون هناك ريتشارج، فرق كبير بين تكون هناك على سبيل المثال بحيرة أو نهر أو أمطار تغذي سنويا في هذا الخزان. ومع ذلك مصر ما عندهاش مشكلة تأخذها. لماذا؟ لنزرع الصحراء ومسطحات الخضراء المدورة هذه اللي حقنا في أواسط الثمانينات أو أواخر السبعينات، تمام، مشاريع دعائية ومشاريع استيلاء المياه الجوفية، تعويض على اثيوبيا. احد التحليلات ان لان اثيوبيا اخذت منكم كمية مياه بتاخذوا انتم من ليبيا، ثم ماذا ستنتهي اليه ليبيا؟ الدمار الكامل او تحت احذية مصر بالنسبة لقضية المياه. هذه قضية امن قومي،
لابد أن تستدعوا السفير المصري وتحققوا معاه في هذه القضية. قاعد يتدهور في طرابلس وبلاده تسرق في مصدر الحياة نتاع الوطن بأكمله. لابد أن يستدعى وأن يتم التحقيق في هذا الأمر، إن كان صحيح أو حتى جزء منه صحيح يوقف على طول، يوقف على طول. يعني ما شيء عمره ما فيش دولة ترضى. ومرة ثانية، مصادر المياه هي مصادر الحياة لأي أمة. تذكروا نهر الأردن، وإسرائيل غيرت مجرى نهر الأردن، والآن الأردن تعاني، تعاني الأردن معاناة شديدة جدا، وتحت رحمة إسرائيل بالنسبة للمياه، أو تحت رحمة ما تسمى بإسرائيل من ناحية المياه. حروب تقوم مرة ثانية على مصادر المياه، ونحن عادي نقرأ في الفيس والله مصر تبي تدير شعب، شنو هذا؟ حرب تقوم، حرب. لابد من استدعاء السفير المصري وقطع العلاقات مع مصر إذا أصرت على هذا الأمر، والتحقيق. شو تقول لي الشرطي اللي عنده لحية نعاقبة والسحر وما تهزبوناش؟ أمامك الدنيا مقعورة. في قضايا أخرى أمن قومي، مرة تانية لا ألوم البرلمان فقط، ألوم الجميع. في قضايا أخرى الأمن القومي، تدفق الأجانب على ليبيا، يا الله يا الله، أقسم بالله تيالي كل يوم يزدادوا ألاف ملايين من مصر، من بنغلاديش، من أفريقيا، من كل العالم. ما وين هذا؟ هذا مش أمن قومي، هذا منهم. حتى تمسك واحد ما عندهش تعريفات، ما عندهش أوراق، بكرة يا يطلعوا منهم جوا السيس، يطلعوا منهم حفظكم الله ناس مرضى عندهم أوبئة، يطلع منهم جنود، بكرة بعد بكرة ده يروح بكي شباب ويشتغلوا مش عارف انضرشوا، وكلهم أغلبهم شباب يعني في متوسط العمر، قادرين على حمل السلاح وقادرين على القتال. الله أعلم بكرة بعد بكرة أي حد يأخذهم كتيبة، تأخذهم دولة أخرى دزتهم مقدما لشيء ما. هذا هو الأمن القومي، هذا الحس الأمني عند أي مواطن، وخاصة اللي في اللجان الأمن القومي. معقولة البلاد الكاهية هذاك يأخذ في ميتها، وهذا كاهي تدفق الهجرة غير كذا، والإمارات طالبة المواني، عندها طمع في المواني الليبية، تمام. الكهرباء أيضا، الأموال مزيفة، تزييف الأموال، ونحن شاكين بأشياء، صراعات جانبية تافهة بناتنا كليبيين. يعني هذه قضية لابد، حساسة جدا، لابد من التحرك اليوم، اليوم الليلة تو الآن، مجرد سماع الخبر لابد أن يستدعى السفراء كل هذه الدول. أما بالنسبة للأجانب بصراحة ربي، يعني مرحبتين، إنسان جاي عن طريق سفارة تأشيرة عنده كفيل بيسترزق 60,000 مليون مرحبا، لكن واحد يخش لك ما تعرف إيش ولد عمي من وهذا، ومش واحد ولا اثنين، ألوف، يعني أرقام مرعبة. مش نقول نخوف المواطنين الليبيين، قديش أجنبي في ليبيا، يعني لو استمر الأمر هيك لسنتين ثلاثة تانيات حيكونوا أكثر من الليبيين عددا، حيكونوا أكثر من الليبيين. القضية مش العدد، القضية الكبيرة جدا ما تعرفهمش منهم، منهم. برلماننا مشغول ما شاء الله، مشغول جدا جدا في إصدار قوانين خطيرة جدا جدا، تمام. السحر حرام، ثم انا عارفين انه حرام من اولى ابتدائي، قروا فينا حرام يعني مدرسنا، ما نعرفوه حرام، وعد بالله منه، وعد بالله من الصحراء والصحارين تمام. فهذا امر يحتاج الى التحرك، وادعو الاستاذ عبد الحميد بيبه يعني يكون بصراحه يخدم الوطن جدا جدا، يلمس هذه القضايا، يلمس القضايا الحساسه الخطيره هذه المهمه جدا الاساسيه، يلمسها، تمام. قواعد للروس، تزييف فلوس، مهاجرين، سرقة المية، الكهرباء، مش عارف تقريبا قرأت مرة أنا نأخذ فيها من دولة أجنبية. أنت خلاص خنقت روحك، أنت لست دولة، أنت هيت، أنت هيت مخنوق في أي لحظة. النفط الصين تأخذ في شو اسمها ظاهي حاملات نقلات النفط وتسقط فيها، انظر وين وين يا ولد عمي. هذين القضايا التي يجب أن يحدث عليهم صراع وحوارات، واستدعاء سفراء الصين، واستدعاء سفرات مصر، والسفير الروسي. السفير الروسي بتفتح سفارة ولا فتحتها الشهرين اللي فاتت، تكيف هذا؟ هو يعني عنده جنود قوات على الأرض، ليش يا ولد عمي؟ ليش هيك بدون ما فيش عقود شرعية معاهم، ما فيش اتفاقيات، هيك وخلاص هبنك عن طريق واحد أنا مش عارف خششهم وهم ما يصدقوا. طبعا يبحثوا عن مصالحهم ومصالح بلادهم، لكن ماذا علينا نحن، تمام. فالأمر والله أكثر من خطير. ليبيا مش على صفيح، صح، ليبيا على يعني على فوهة بركان، ونحن نتصارع على قضايا تافهة، يعني تافهة جدا قياسا بالقضايا التي تهدد ليبيا بأكملها، تمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نضع أيدينا في أيدي بعض وننقذ بلادنا، يعني ننقذ بلادنا.
فنصوا شوية فيها الأجانب فيها السفراء من جميع الدول بدون استثناء. أنا ذكرت روسيا وذكرت مصر وذكرت الصين، جميع السفراء حتى اللي يمشي يزور السائح يزور السفير الأمريكي، سفير مصر يزور السائح، شن تبي يا ولد عمي تزور فلان؟ لا بأس إن شاء الله، استدعوهم فنصوا فيهم، خلينا عندك دولة ما فيش حد يقدر يتحرك إلا بإذن من الخارجية ويرافق رجال أمن واستخبارات ليبيين ويقعمزوا معاه في الاجتماعات. تفضل شن تبي السائح وشن تبي موسى وشن تبي عيسى وشن تبي الكبير وشن تبي المصارف وشن تبي فلان وعلان، تجلس وتوثق شو اسمه هذا محضر اجتماع هيك الدول تدير. والآن خطر لي خطر، هل المؤسسات السيادية مثلا النفط والمركزي وانظر شو اسمها هذه والمفوضية الانتخابات وباقي المؤسسات السيادية، هل لها الحق أنها تصدر قوانين أو قرارات دون أن يكون هناك جسم يسمح لها أو لا يسمح لها بذلك القرار؟ لابد أن يكون هذا موجود في العالم كله، في جميع منظومات العالم ما فيش مؤسسة سيادية وما هيش في رئاسة الوزراء تستطيع أن تصدر أي قرار، تصدر قرار وتدير دراسات ولا لا، وتقدم لي قوى أخرى أعلى منها توافق لها أو لا. يعني حتدرس قضايا أخرى أمنية، حتدرس في وراء هذا المشروع أو وراء هذا المقترح من تلك الهيئة السيادية أو المؤسسة السيادية، تمام؟ تدرس ما وراء القرار اللي تقدمت به أو المشروع أو الاقتراح. ثم ممكن تقولها لا، ممكن تقولها ما شاء الله تفضلي هذا لا يضر بالبلد ولا أمن الوطن ولا اقتصاد الوطن. عمري ما ريت أنا مؤسسة مثلا وزارة النفط ولا اسماء مؤسسة النفط عطي عقود لهذاك وقع العقود مع ذاك، لا 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 you can't do that. لا أنت بعدين قعدت رئاسة وزراء، قعدت رئاسة الدولة، أنت أصبحت رئيس دولة لما المركزي يصدر أي قرار يبيه، المؤسسة النفط تصدر أي قرار تبيه، أصبحت من السائح يصدر أي قرار يبيه، تمام؟ فالرجاء هذه قضية أمنية، نحن انقعرنا بكو يعني البلاد انقعرت زيادة على اللزوم، تمام؟ واللي يلام من؟ والله الأستاذ عبد الحميد ما هو رئيس وزراء، تمام؟ لا 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 الدنيا كلها يعني تلام، كلنا نلام وكلنا نضع يدنا في يد بعض وننقذ بلادنا، تمام؟ ننقذ بلادنا، أما نصارع على توافه وأشياء تافهة جدا جدا. الآن نقطة أخرى سريعة حول قضية الانتخابات والسائح في أقلام عالمية، ذكرنا ألف مرة ومرة ألف مرة ومرة ما فيش انتخابات، الانتخابات أما جايبين وحدين جاهزين، تمام؟ إذا جبنا حكومة أخرى أو حيديروا لك انتخابات زائفة أو ما إليه، تمام؟ والانتخابات لا تصح ولا نستطيع أن نفعلها. متى صرح بهذا السائح؟ صرحنا قبل 50 مرة. يعني شنو التوقعات مثلا خليفة خسر في الانتخابات حنديروا حفلة وياخذ درع ويصور معه سيلفي ويقول جزاكم الله خيرا ويقبل ويطلع مثلا، عارفينها قبل أن يصرح بها السائح، قبل أن يصرح بها المجتمع الدولي، قبل أن يصرح بها أي واحد. فلماذا لا نستمع إلى بعضنا البعض؟ قصدي مستقبلا يا سيدي، اللي فات فات، نستمع إلى بعضنا البعض، نستفيد من آراء بعضنا البعض، نثق في بعضنا البعض. عارفين قضية الانتخابات مستحيل كيف تنجح في هذه الظروف، الحروب وهذا مع الصين وهذاك مع روسيا والفاغنر وانظر شنو هو. إذن هذه هي نقاط سريعة جدا. المتحدث باسم البيت الأبيض أو الخارجية تقريبا يقول العمليات العسكرية في رفح محدودة، تمام؟ وإسرائيل أكدت، شوف بالله شاهد العدل، إسرائيل أكدت أن الغارة نفذت باستخدام أصغر قنبلة في ترسانتها. شوف كلمة ترسانة وشوف كلمة أصغر قنبلة، هذا تهديد أكثر منه تصريح. وبعدين كيف تجيب يعني شاهد العدل ما تسمى بإسرائيل وأنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء؟ يا الله يا كريم، بعد قتل الأطفال والنساء واللي صاير قدام أنظار العالم، حتى الشيطان وجنون استنكروه، طلعوا بيان مجلس الشياطين السود ومجلس الجنون طلعوا بيان استنكار اللي تدير فيه إسرائيل، ما زال لم تتجاوز الخطوط الحمراء. ما لك أن تتجاوز الخطوط الحمراء وش بتدير؟ قال في رفح لم تتجاوز خيام حرقوهم بما فيهن من بشر، تمام؟ وجرين 24 ساعة يجوا في جرتنا، يجوا في جرتنا، الهولوكوست الهولوكوست، المحرقة 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 المحرقة، تمام؟ أقول في هذا الوقت يعني كيف نستثمر مواقف الدول والأفراد والهيئات والمؤسسات والمفكرين والمثقفين والرياضيين وهذه
الصحوة العالمية حول قضية فلسطين، كيف نستطيع أن نستثمرها كشعوب؟ كأنظمة ما تعبوش عليهم، موظفين يا خايفين، جبناء يا موظفين، من عرفت يعني قضية ما تسموا بالحكام ولا لا؟ كيف نحن الشعوب كيف تستطيع أن تبني جسور مع هذا حتى تستمر الزخم، مش تبرد مثلا تنتهي الحرب وخلاص ننسى ونعود إلى السابق؟ فهذه حقيقة النخب والمثقفين، أدعو نفسي، أبدأ بنفسي إذا كان اعتبرني الناس، بعض الناس يعني بعض المثقفين يشوف فيهم النخب على التلفزيون ولا لا، يتحدث بكذا ثقافة ومصطلحات ثقيلة وكذا، وينتهي به الأمر في نفس اللقاء ولا لا، يبجل في العسكر، سواء كان خليفة ولا معمر ولا كاسترو ولا سمي من شئت، المهم عسكري، لأن القبضات العسكرية في التاريخ 60,000 مثل أنها تدمر الدول وتخلفها، يعني ما هيش حاجة جديدة اللي نقول فيها، والشعوب عارفة هذا. لكن للأسف الشديد يقف إنسان يفترض أنه مثقف، يخدم قضايا وطنه، يخدم قضايا الشعب، يصطف إلى الضعفاء، يصطف إلى الشعوب، وإذا به طبل ويزمر يا نهر أبيض لواحد كيف، وياريت داير شغل وفايدة وكذا، تمام، بل قاتل ومدمر لأبناء وطنه، تمام، ويجي تبجل فيه وتصر فيه، والناس تبيك، الناس تبيك توعيها، تنشر الوعي، تنشر الوعي. دول أوروبية، لقطة أخرى تعريجة ثانية، دول أوروبية يعني أسبانيا والنرويج وتقريبا السويد، وحتى فرنسا توا دارت مقدمة اليوم ولا لا، قالت لي شو اسمه هذا بتاع فلسطين، استعدوا للاعتراف بدولة فلسطين. دول أوروبية، دول مش مسلمة، دول غير عربية، دول في أوروبا، ما هيش حتى في القارة الأفريقية ولا هي في الشرق الأوسط، تريد أن تعترف بفلسطين كدولة، ودول عربية تقبل أحذية نتنياهو حتى يقبل التطبيق. أين نحن يا أخي؟ أين نحن؟ نتحدث عن الحكومات، حتى التطبيع لو صاروا تطبيع بين الحكومات، الشعوب لم تطبع كما ترى، ولن تطبع الشعوب، مستحيل، ل60,000 سبب، وسبب الظلم، القهر، الاحتلال، سمي ما شئت، سواء كانوا يهود ولا إسرائيليين اللي احتلوا ولا مش إسرائيليين، الاحتلال والقهر والدمار والتدمير، من سيقبل في هذا العالم؟ تمام؟ في يقول ما فعلته هذا بلينكون وزير الخارجية، ما فعلته الاي سي سي اللي هو انترناشونال كريمينال كورت، محكمة الجنايات الدولية، ما تفعل فيه يعني من الأحكام اللي صدرتهم ضد الإله نتنياهو الذي لا يمس ولا لا، ما صرح به قادة حماس، ثم يقول اللي درتها المحكمة واللي دارت حماس، وكل هذا يقوض المفاوضات حول تحرير الأسرى، تمام، كل عطسة وكل كحة وكل خطوة تتخذها حماس ولا يتخذها إنسان ولا تتخذها هيئة أوروبية ولا أمريكية ولا مسلمة ولا المظاهرات اللي في الكامبس اللي في الجامعات الأمريكية، يطلع بلينكون يقول هذا ستقوض المفاوضات. طيب يا أخي، يا أستاذ بلينكون، القصف والحرق وتدمير البشر وقصف المدن بهذه الوحشية السادية اللا بشرية، ما تقوضش المفاوضات؟ عمرك ما ذكرت هذه الكلمة، عمرك ما قلت أوقف الغارات حتى لا تؤثر في المفاوضات؟ لم أسمعك على الأقل تقول، لكنني سمعتك 1,000 مرة تقول أوه لا 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 لا، اللي درتها آي سي سي هذه تقوض مفاوضات، تمام، ما صرح به قادة حماس يقوض المفاوضات، موقف انظر منهي يقوض المفاوضات، انبولة طربقة الذويل يا إلهي تقوض المفاوضات، لكن حرق البشر واستمرار الغارات حتى يومنا هذا لا يقوض المفاوضات؟ يا أخي استغفر الله، والله سامحوني يا إخوة، الإبادة والقصف وجرائم الحرب ما تقوش المفاوضات، لكن كل شيء آخر يقوض المفاوضات. I'm sorry، لكن هل أمريكا محتلة بالصهيونية يعني؟ Is America is under occupation of Zionism؟ استماج يعني، والله شيء فوق الخيال أن يتوقع الإنسان ما يحدث من أمريكا. نعرف الشخصية الأمريكية قوية شجاعة ويعني جريئين، ولما يظهر للحق ما شاء الله يعني ما عندهش أي إشكالية، لكن ما أراها اليوم. شوفوا الشباب اللي ما همش تحت سيطرة الصهيونية شن داروا في الجامعات، لكن شوفوا المسؤولين اللي تحت السيطرة الصهيونية شنو يقولوا
لابد من تحرير أمريكا من الصهيونية، لابد من تحرير أمريكا من الصهيونية، تمام. تعريجة أخرى، الإخوة اللي أمرهم خليفة وعقيلة، عليكم بالبحث عن إبراهيم الدرسي، عليكم عدة مقالات تتحدث عن اختفاء إبراهيم الدرسي، تمام، ولجان وتحقيقات، تمام. بالله بالمرة وانتوا تدوروا على إبراهيم، دوروا على سلوى، اسمها على سهام سرقيوة، الله يبارك فيكم، وقتلت حنان بالمرة، وقتلت الورفلي، واللي قتلوا البرغثي والبرعصي، البرعصي الرجل الضابط، تمام، تقريبا اقتحموا مزرعته وحوشه، تمام، وباقي بالمرة يعني أجركم مضاعف، انتوا يعني تعبانين تعبانين. شوفونا الأخوة الآخرين، من قتل الورفلي صاحبكم يعني، ورجل وقف معكم وفشخ لكم عباد الله البشر أمامكم في الفضائيات، شوفوه حتى هو، دوروه بالله عليكم. في مرة تانية تعريجة أخرى على مؤسسة النفط، أن مؤسسة النفط تنازلت على حصة للصين، يعني إذا هذه أضيف عليها سرقة المية وسرقة النفط وتزييف الفلوس وكذا، لابد من التحقيق، لابد من وقفة. لأن الأخ النائب العام وراه عمل كبير جدا جدا جدا، قضايا حساسة خطيرة، هذا احتلال، هذا احتلال من مصر واحتلال من كذا، مش عارف. أنا لو نشوف السفير المصري في الشارع والله ينشد، نقول له تعال هنا يعني شدير، لكن أنتم عندكم سلطة تستدعوه رسميا، تمام، وتتحدثوه وتوقفوا، إن كان هناك مشروع صحيح توقفوه. مرة تانية الخزان محدود، خزان ما هوش حاجة تجي المطر وتعبي فيه، تمام. الأجانب في ليبيا تحدثنا عنهم، بعض الشيوخ مازالوا بعض الشيوخ لحماس وشندارة حماس، ومفروض ما حاربتش، ومفروض بالله اسكت، بالله اقعد في حوشك واستمر في الدهك البزين والرز والدجاج، وبطنك قدامك 50 كيلو ولا لا، ووراك 7000 كتاب، وقاعد في الظل ومكيفات، وسيارتك اخر موضة، وساعاتك وموبايلك، وبيتك ما شاء الله محفوظ وآمن. ما تتحدثش على الناس هذوم، ما تتحدث هذوم، يجدودهم قتلوا وأرضهم أخذت ودمار من قبل 7 أكتوبر. يا سيدي الكريم، أنت تقرأ في التاريخ، تقرأ في كتاب التاريخ من الصفحة الأخيرة، بدأت في قراءة كتاب التاريخ من الصفحة الأخيرة، عيب عليك، تحشم، تمام. ما قالوا لك تعال قاتل، تعال أوقف معانا، لا عطينا فلوس، لا ديرنا الظروف اللي عايشين فيها هم، ما نكش عايش فيهن. أنا والله لم أتوقع يوما في حياتي أن أقول مثل هذا الكلام، إن شيء طبيعي معروف، كفار يهود أدركوا هذا الأمر، يدعموا في فلسطين ويعترفوا بدولة فلسطين وكذا، وأنت مسلم تقول ريتشن دارونا بالله، أصلا ما يبيكش حد، تمام. حتى لو كان شيخ وعلمك أكبر عالم في الأرض، أنت مكتبة تمشي على الأرض، أنت عالم العلماء، تمام، لكنك بعلمك هذا إن لم تتفاعل مع آلام البشر، مع آلام الناس، إن لم تتفاعل مع قضايا الظلم، إن لم تتفاعل مع ما يحدث لأبناء دينك، أبناء جلدتك، إيش نبي فيك أنت وعلمك؟ أما قضية الفقه اللي تدوي عليه ولا لا، أحياناً بعض مسائل الفقه ممكن طالب علم مخلص تربى على يد شيخ عالم من ليبيا نأخذ منه الفقه، فتتني صلاة ركعة المغرب كذا، هل نحج، كيف نزكي، كيف ندير الصيام، هذا أمر يعني الحمد لله فيه عشرات أستطيع أن نسألهم فيه، لكن مقارعة الظلم وكتم العلم، كتم العلم أعوذ بالله من شر الشيطان، وأنت دائما في الواجهة، هذا أكبر عالم في الأرض، نبي فيك علمك يا سيدي، خصك الجنة علمك وحفظك. فلذلك خلوا الناس تتفاعل بألامها، يتعاملوا معهم، تفاعلوا معهم، ادعوا لهم، حتى الدعوة ما تدعو لهمش أحيانا، تمام. في قضية المياه التي ذكرتها، قضية المياه، في بحث دائرة أخ اسمه بشير بريكا، ما نعرفش حقيقة، BRIKA، ممكن بريكا، تمام، بشير واضحة طبعا، لما تترجم بالإنجليزي الأسماء قد تكون مخطئة. نشراتها ويست جي، WSTAG، اللي هي ووتر، اختصار لي ووتر ساينسز اند تكنولوجي اسوسيشن، WSTA، تمام، جمعية علوم وتقنية المياه ليبيا، بين عليه الأخ بشير، ودار بحث أو نشر ورقة في مؤتمر الخليج 12 للمياه. الآن مؤتمر الخليج للمياه واصل تقريبا مؤتمر 15، هذه نشرها في المؤتمر رقم 12، تمام، بعنوان Water Resources and
desalination, the Libyan perspective, الموارد المائية وتحلية المياه. بعدين كاتب المنظور الليبي. تمام. يقول بصراحة شيء أحب نشارك به. أسقطوه على شدير مصر الآن في الكفرة. تمام. تقع ليبيا يقول في منطقة جافة وشبه قاحلة في أفريقيا، ولا يوجد بها أنهار أو بحيرات مياه عذبة حقيقية. هطول الأمطار أقل من 100 مليمتر. أدى الوصول المحدود إلى موارد المياه السطحية، موارد صحيح المطر تنزل وتقعد على السطح، الاعتماد الكبير على المياه الجوفية. تمام؟ لأن ما عندناش أنهار، ما عندناش مياه على السيرفس ولا لا، فأصبح الاعتماد على المياه الجوفية اللي بتأخذهن شقيقتنا المحبوبة مصر. الاستخدام المكثف للموارد المائية التقليدية. تمام؟ مكثف جدا استخدامنا المياه الجوفية. ضعف الوعي، هذه بعض القضايا التي تواجه المياه في ليبيا، ضعف الوعي بكيفية الاستخدام الأمثل. تمام؟ تلقى واحد يغسل في سيارته، تمام، يغسل 6 ساعات ويبخ في المياه، واحد يدير حمام 2 ساعات، واحد يبي ينظف الكوجينة ولا كذا يدير المياه تسد تنظف الشارع مع بعضه. تسرب مياه البحر، أيضا تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، جميعها كل هذه القضايا ساهمت في أزمة المياه الحادة في ليبيا. تصور احنا عندنا أزمة مياه حادة، تمام، برغم ما يسمى بالنهر الصناعي العظيم، ماشي، ومع ذلك تدرك مصر اللي ندركوه هذا، تدركه أكثر ولا لا، وما زالت بتسرق المياه. هناك حاجة ملحة يقول التقرير، للبحث عن مصادر مياه بديلة لتلبية احتياجات الناس وتعويض النقصان. تمام. أيضا من المشاكل الاستغلال كما ذكرنا المفرط المياه الجوفية، انخفاض المعدل السنوي لهطول الأمطار، أنشطة زراعية مكثفة في السهول الساحلية، تسرب مياه البحر ذكرناه، انخفاض أسعار المياه، يعني الناس تقريبا هني، عدم وجود استراتيجية واضحة تتعلق بقطاع المياه المحلية. كل هذه القضايا، كل هالمشاكل، كل أزمات على فكرة قبل أن تبدأ مصر في ما يسمى بوخز المياه، لابد من التحقيق في الأمر. أنا أؤكد في الأمر لكن يحتاج إلى تحقيق، شنو هو المشروع هذا المرعب المرعب المرعب. لا وش سبحان الله، أضافوا إليه بعض التصريحات، أضافت إليه القوات المسلحة المصرية هي اللي تقوم بالمشروع. لماذا؟ ليش الجيش هو اللي يقوم بالمشروع المصري؟ لأن هذه المنطقة كانت مليانة إرهابيين، تمام، وربما يعود إليها الإرهابيين، وبالتالي تبي من يحرس المنطقة. بالله عليك ما هذا يعني؟ شنو هذا الكلام الفارغ هذا؟ يا أخي الاقتصاد المصري سلم القوات المسلحة المصرية، بيش ينتعش ويقعد جيش غني وفي اقتصاد ورواتب وجو جنيه، نعرفوها الأمر هذا، درته في مصر لهذا السبب، مش لأن فيه منطقة وإرهاب. إرهاب 24 ساعة تربط ليبيا بالإرهاب والإرهابيين والقتل، وأن هناك مشاكل وأن وأن وأن. تمام. فيه ليبيا إكسبريس نشرت مقال يقول UK calls on Iran to prevent escalation in Israel Hamas conflict. هذا المقال مش أنا يمشي عليه، لكن يقول المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا تدعو إيران إلى منع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وحماس. هذا مقال قديم جبته فقط كمثل من التصريحات والمقالات من المسؤولين اللي تدره في الكبد وترفع في الضغط. تو يعني يا إيران أو العراق أو ليبيا أو اللي هو، ماشي الحال، أمنعوا التصعيد، وهذا يصدر من بريطانيا اللي ترسل في أسلحة وتدعم في إسرائيل، أنت اللي دير التصعيد، أنت اللي خفض التصعيد. فشوفوا يعني هذه التصريحات، هذا مخاطب في من؟ يخاطب في رضع، يخاطب في حيوانات، يخاطب في صخور، في حديد. أهل العقول هذه شنو يا أخي؟ شيء والله شيء ما نعرفش، أنا ما نعرفش. الإنسان الغربي منتج ومبدع ويحب الشغل ويحب وطانة ويحب العمل وعبقري، لكن يبدو أنه فعلا نظرية المؤامرة متاع أن الصهيونية متغلغلة في كل صغيرة وكبيرة، يبدو حقيقة، ويجب أن تتحرر هذه الدول من هذا الأمر. يوريشيا ريفيو، يوريشيا ريفيو، تمام، أوروبا آسيا، نشرت مقال يقول Can we finally agree that UN Libyan mission is not working. يا سلام، مش غير أجري، احنا قلنا من زمان هذه، هل يمكننا أن نتفق أخيرا؟ هل وصلنا إلى اتفاق على أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما نجحتش، ما تشتغلش؟ ما نقولوا فيها لنا 500 سنة، تمام، 8 ولا 9 مبعوثين، معناها هذا مجرد هذا الرقم المرعب، معناها في فشل
في فشل يعني مبعوث اثنين ثلاثة ممكن تقريبا الله أعلم لا أذكر، لكن أدريان بيلت تقريبا كان مبعوث واحد بعد الحرب العالمية الثانية ليبيا، تقريبا مبعوث واحد حل 700 مشكلة. تمام، يقول هذا المقال: لا تزال ليبيا مشلولة، وليبيا أيضا هذا المقال كتبه واحد ليبي، وذكرنا النقاط اللي جت فيه من زمان تقريبا كل حلقتين ثلاثة ذكر أنا وزملاء آخرين لنا في فضائيات أخرى وفي التناصح ذكروا نفس النقاط، منها تقول: لا تزال ليبيا مشلولة بسبب الانقسام والصراع والسعي لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة من قبل مجموعة من الجهات ما تسمى الفاعلة، أنا لن أسميها فاعلة، مسيطرة ممكن، المتخفية في أجواء حسنية، يعني نيتها حسنة لكن في الواقع تبحث عن النفوذ والسيطرة والأموال. الحوارات خارج ليبيا، الحوارات اللي سيرا خارج ليبيا، يقول التقرير يركز عادة على إعطاء الأولوية لشنو؟ لرفع مستوى المصالح الأجنبية. تمام، ذكرنا هذا عشرات المرات. تمام، مرة ثانية، هذا هو المبعوث الثامن في خلال 13 سنة. رحيل باتيلي أيضا كرحيل أسلافه، تمام، يشكل شهادة ليس على إخفاقات فردية، يعني مش المبعوثين هم اللي أخفقوا، بل على عدم كفاية نظمية في تصميم بعثة الأمم المتحدة أصلا في مهامها في الأصل، شن تبي، شنو أهدافك جاية. تمام، أشياء استراتيجياتها غلط. تمام، يشير رحيل أو استقالة باتيلي إلى الحاجة إلى إعادة النظر في النهج المخيب للأمال الذي يتبناها المجتمع الدولي، هذه حقيقة، يعني يتصارع المجتمع الدولي لما يتفقوا الليلة تنحل، ذكرناها ألف مرة. تمام، تغيرت مهمتها، يعني مهمة البعثات يفطر شنو؟ تحقيق الاستقرار في ليبيا، من تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى شنو؟ إلى إرضاء القوى الأجنبية التي تصارع على ليبيا. تمام، خالية من التأثيرات، تغير الهدف الذي جاءت من أجله. تمام، أصبحت حاكم لليبيا للأسف، أثبتت تفويضها باستمرار أنه غير مناسب لتعقيدات السياق الليبي. نعم، السياق الليبي فيه تعقيدات كثيرة جدا، مجتمعنا فيه عوامل وعناصر وقضايا تحدثنا عليها مليون مرة، أن بعثة الأمم المتحدة لا تأخذها في الاعتبار، بل تأخذ في الاعتبار آراء الحكومات اللي برا، مصر، الإمارات، فرنسا، أمريكا، الصين، روسيا، هذه هي اللي أخذتها البعثة المتحدة، وهذه سبب فشلها حتى الآن، وستفشل إذا استمرت على نفس النهج. هذه واحد زيد واحد اثنين، يعني ما فيش قضية يعني مخفية، يعني أنت نفس الحل، مسألة رياضيات وصلت إلى حل خطأ، بتعدي نفس الخطوات حتوصل لنفس الخطأ دائما مهما كان. والليبيين أغلبهم، كلنا، كل الليبيين حذروا من هذا الأمر، وذكروا البعثة المتحدة أنك أنت تغردي خارج سرب ليبيا مهتمة بما يريد المجتمع الدولي والدول الأخرى أكثر مما يريده الليبيون، تهمشي في قطاع موجود واضح جدا دائما مهمش، قطاع الوطني، قطاع فئة من الوطنيين دائما تهمشي فيها لا أدري لماذا. تمام، أثبت تفويضها أنه غير مناسب، تحول الأمر إلى مجرد إدارة فشل، قعد إدارة الأزمات، مهمة الأمم المتحدة أو البعثة المتحدة مجرد أن تدير في الأزمات بدل ما تحقق الاستقرار، تركيزها على الوساطة والحوار السياسي، فشل في تفسير النفوذ الضروري لفرض وقف إطلاق النار شامل، التجديد المتكرر لتفويضها. تمام، إليون وكبلر، بعد كبلر نظر منه، بعد مش عارف شو، كلما جاء واحد جديد في تعديلات بسيطة جدا جدا، كما تقول لما يجي مفوض جديد، لما يجي مبعوث جديد أو رئيس جديد للأمم المتحدة، التغيير اللي يديره عن السابق متاع تافه جدا، وأتفقنا مع هذا التقرير. تمام، أيضا ليش التغيير البسيط؟ لأنه يعكس الاستهانة بتعقيد الديناميكية السياسية في ليبيا. تمام، يجب أن تتمحور، يقول التقرير، تتمحور إعادة إشراك الجهات الفاعلة العملية حول إعادة تصور شامل لمهمة الأمم المتحدة. تمام، الطريق إلى ليبيا مستقرة وموحدة محفوف بالتعقيدات، يقول التقرير، التي أعاقت 8 مبعوثي الأمم المتحدة. هنا أختلف قليلا مع الأخ الكريم. تمام، مش ليبيا، التعقيدات الليبية اللي عرقلت المبعوث المتحدة، مبعوث الأمم المتحدة،
المنهجية التي اتبعتها البعثة هي التي عرقلت الوصول إلى حل. منهجية حقيقة سلبية جدا بالنسبة للمجتمع الليبي، هي التي عرقلت وأفشلت جميع المبعوثين، تمام؟ مش العكس يعني، تمام؟ الاعتراف بالطبيعة المتعددة، يقول التقرير إن الاعتراف بالطبيعة المتعددة لأبعاد الأزمة الليبية والتكيف معها والتي يداعمها الالتزام الثابت بالسيادة الليبية وتقرير المصير، أمر بالغ الأهمية، ولن يتسنى للمجتمع الدولي أن يصل إلى حل مستدام للاضطرابات في ليبيا إلا من خلال نهج منسق ومعاد تشكيله، تجديد مهمتها، دراسة شنتبي في ليبيا، الواهد دزي في بعثة، هل أخذت المجتمع الليبي في الاعتبار ولا ما أخذتش؟ في قضايا أخرى لا يوجد الوقت لي. كل أكثر من مبعوث يقول درنا استبانات 70% من الشعب بكذا، زرنا 70 مدينة، ما عندناش إحنا أصلا 70 مدينة، جرنا 70 مدينة وطلعت النتائج في هذا كله كذب، كذب وهراء ولا يصدق. فيش بحث أو استبانة في 70 مدينة ديرها ليه في 5 أيام؟ كيف واحدة جت من الأردن عندها ماجستير ولا لا، دارت دراسة على المرأة الليبية في 8 أيام، يومين سفر ويومين سفر رجوع، قديش بقى 4 أيام دارت فيه بحث منسق على جميع المرأة في أركان ليبيا. حتى البحث مساهمة في الكذب، مساهمة في التدليس، مساهمة في تعميق الأزمة، منهجيتها صفر بالنسبة لي، فاشلة فشل ذريع، فاشلة فشل ذريع. Human Rights Watch نشرت مقال أو تقرير يقول arbitrarily detained political analyst dies، تمام، موت الاعتقال العشوائي أو الاستبدادي لمحلل سياسي توفي، تمام. قالت Human Rights Watch اليوم أن محللاً سياسياً ليبياً كان محتجزاً تعسفياً في شرق ليبيا منذ ما يقرب من 7 أشهر توفي في ظروف غامضة في 19 أبريل. هذا الأخ دغمان تجددت مقال جديد حوله، في معلومات جديدة بسيطة والباقي هي المعلومات السابقة. في 1 أكتوبر 2023 اعتقل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي دغمان مع فتح البعجة، وأستاذ جامعي وعضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي في سنة 2011 والسياسي طارق البشاري، واتهموهم بالتخطيط لشنو؟ لإسقاط الجيش. ندوة وناس مثقفين مدنيين، تمام، بيجتمعوا منا بسقط الجيش التاسع في أفريقيا. يا سلام يا سلام. وفي أكتوبر تشرين الأول اعتقل الجهاز أيضا واحتجز الصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدرسي والناشط السياسي سالم العريبي على ذمة القضية نفسها، ولم توجه السلطات الليبية اتهامات لأي منهم بارتكاب جريمة معترف بها. قالت حنان صلاح، من هي حنان صلاح؟ المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Human Rights Watch. ماذا قالت؟ سجل السلطات الليبية الشرقية الملوث هكذا ذكرتها، تمام، في ظروف الاحتجاز المؤسفة وغياب الإجراءات القانونية الواجبة يثير تساؤلات جدية حول ظروف وفاة دغمان، تمام، وعلى سلطات شرق ليبيا والنائب العام بطرابلس التحقيق بشكل عاجل في وفاة دغمان. حنان صالح ما هيش إخوانية طبعا، تمام، وما هيش من داعش وما هيش من أنصار الشريعة وما هيش إرهابية، تمام. في بيان بالفيديو يقول التقرير صدر في 20 أبريل نيسان، قال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أن دغمان توفي في 19 أبريل بعد تعرف القصة، محاولة الهروب من نافذة دورة المياه عن طريق تسلق الأنابيب الخارجية مما أدى لسقوطه على رأسه. طبعا ذكروا كلمة على رأسه باش يقول لك كيف مات، يعني واحد يطيح من دور الأول ممكن ينكسر له عظم عظمين كراع، لكن مربط الفصل ذكر كلمة الرأس بشقناك أن مات، تمام. وقال جد دغمان، هذا جديد في التقرير الجديد، جد هو مربي سراج دغمان، مربي جدة، تمام. أنا لا أعرف سراج دغمان، ونعرف فتحي البعجة ولا لا، وهم عندهم توجه يختلف عن توجهي ولا لا، لكن هذه قضية ظلم، لا يعني أني أنا ما أتحدث عنهم، أختلف معهم فكريا في أشياء كثيرة جدا جدا، تمام، لكن أتفق معهم بأنهم بشر وأنهم إنسان وأنهم مظلوم. أعطني مظلمة وأعطيك قلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى حتى الناس اللي مش إسلاميين مثل البرلا
العلمانيين او البرلمانيين او الوطنيين كذا، لما واحد شيخ ولا واحد ما يسموا فيه اسلامي تتعاطف معه لما يظلم، كما تعاطفنا والحمد لله ليس من مع البعثيين مع كذا، لما في قضايا تعاطفنا معهم في القضايا اللي ظلموا فيها، وسنستمر حتى لو التوجهات الاخرى والاراء الاخرى تمام لم يتعاطفوا معنا في قضايانا. وحتى بعض الإخوة الذي يسمون في أنفسهم سلفيين في السعودية وكذا يقول لك مستراح منهم تمام ذهب إلى غير رجع، الحمد لله مات مضلل تضلل. لا، هذه ليست من السنة على الإطلاق، ليست من السلف الصالح، ما يقولش على واحد، وخاصة لما يكون قضى طول عمره 70 و80 سنة، يوصل عمره 80 ويدعو لله سبحانه وتعالى ويدعو للإسلام ويدافع عن قضايا الظلم ويقول في كلمة حق في وجه سلطان جائر، يعني هناك سلطان جائر ما تطيعاش، يقول في وجهه كلمة الحق، كيف تطيعه ما تطيعه، يمشي كانه ظالم وجائر. بالعكس قال لك يعني أنت كلمة حق في وجه سلطان جائر، لما الدعاء كثيرين جدا يقول في كلمة حق في وجه سلاطين جائر تقول له ويتوفى تقول له والله مستراح منهم تمام. إذن أعتقد جدة قال أنا والله صعب علي القضية، لا أبري أحد قال جدة ولا أتهم أحد، يعني خلى فراغ لي الحمد لله ما طاحش طياح لا وسيد المشير ما سيد المشير وما شنو. قال الغزالي اللي هو جدة أعتقد صالح الغزال، نعم صالح الغزال، لا أستطيع تأكيد أو نفي أي شيء آخر حول الحادث، لقد قمت بتربية سراج كان مشهدا صعبا ومؤمنا للغاية بالنسبة لنا كعائلة نرى، ويصعب علينا أن نتحمل، نحن كعائلة نطالب بأن يكون التحقيق في ظروف وفاة سراج شفافا ونزيها، ولا نتهم أو نبرئ أحد دون أساس تمام. ويقول تقرير الهيومن رايتس ووتش، تتكون السلطات الشرقية من جماعة القوات المسلحة العربية الليبية المسلحة والأجهزة الأمنية والميليشيات، شوفوا السلطات ما شاء الله. وأعتقدش يعني نحن ما زلنا في حاجة إلى محاضرات مني أو من غيري على طبيعة الأنظمة العسكرية، أو قدامكم أو قبل لا يقعد الأخ خليفة وغيره، مش خليفة رأى. أي عسكري يحكم هكذا، اعتقالات اختفاءات تغييب قتل مش عارف إيش تمام، ويفترض أن البرلمان هو قائد خليفة يستدعيه ويحقق معهم، لكن العكس اللي صاير شوفوا فيه العكس. استنادا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وسائل الإعلام تم القبض على الرجال اللي هو فتحي ودرمنهم حضروا الندوة بناء على شكوى من واحد مع فرمطة، أعوذ بالله مرض الفرمطة، واحد أو واحدة معاهم في الاجتماع شورى بلغت قالت هذوم يدعو على إسقاط الجيش. يا أخي ندوة تسقط الجيش التاسع كيف يعني معقولة؟ هو شنو جيش ورق ولا جيش رسم ولا شنو؟ الجيش التاسع تمام شيء أمر غريب جدا جدا. ماشي الحال، القضية الأخرى الآن، القضية الأخرى اللي تذكرتها، نحن نحاول إنقاذ هانيبال بكل جهد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، وعلى أساس أنه مش متورط في قضية الصدر، نحاول أن ننقذ هذا الإنسان وعادي فلتستمر الجهود ما عنديش مشكلة، ولكن نقتل في بعضنا البعض داخل ليبيا، هذا مواطن هذا ليبي هذا منظر شنو هو هذا كذا، والدنيا متقلعة وعادي. أنا والله الحمد لله وعادي في قضايا الرأي والفكر والكلمة هني إن عاديك نخصمك، لكن قضية أنك أنت تظلم وتقتل هذه لا، لكننا في تناقض، تقلع البلاد كلها باش تنقض شخص اللي هو هانيبال ولا غيره، بينما نقتل في بعضنا البعض في ليبيا. هذا نتحدث عنه مرة أخرى إن شاء الله. Russia accused of flooding Libya with counterfeit currency تمام، روسيا متهمة بإغراق ليبيا بالعملة المزورة، نشرتها ADF ماجازين. تواجه روسيا اتهامات بإغراق الأسواق الليبية بأوراق نقدية مزيفة في محاولة أخرى لزيادة زعزعة استقرار البلاد. هاي جريمة كبيرة تتدخل فيها مجلس الأمن، بند السابع، البعثة، لا أحد يتحدث عن هذه القضية خطيرة جدا، هذا دمار للبلاد وأنتم عارفين. يعني مساعدة روسيا لخليفة لا تأتي دون مطالب مالية، روسيا ساعدت خليفة مش بالبلاش قصدا، كالمطالبة بتغية النفقات التي يتكبدها الروس على الأراضي الليبية في المجالات العسكرية وغيرها. ظهر فيه كان مشكلة بين الفاغنر وخليفة 150 مليون دولار، بالله يا خليفة كإنسان ليبي ومواطن ليبي وربي جابك وكنت في المنفى، كيف كيفك حتى أنا كنت في المنفى وجينا وربي فتحنا البلاد وجينا لبلادنا وهنا وناسنا، ماذا فعلت بالوطن؟
ماذا فعلت تجيب يا رجل ناس متوحشين يقتلوا بعضهم يفسخوا في جميع أنحاء العالم جيبهم لنا احنا يعني وتفضل الحصلة قتلوا نيم بطلة وحطوا قنابنا بطلة حتى بعد ما هزمهم الله سبحانه وتعالى ولا لا سيبونا ديناميتات وقنابل قتلوا بشر بني أدمين ماذا فعلت بالوطن يا رجل حرام عليك وجدها بزايد القضايا المالية تأتي بعد الدم تأتي بعد الدم 150 مليون دولار بين حفتر والفاغنر ولازم يتفحن تمام اتهم حفتر بعدم دفع الأموال للمجموعة لما خسرت شورا قال ما خسرت وما أعطيكم مش نعطيكم وأنا أشك في هذا يعني تمام وصارت مشاكل بيناتهم كانت فاغنر تجرب مقاتلين المقاتلين بتاع فاغنر من روسيا وأيضا من بيلاروسيا وصربيا وسوريا على فكرة تمام في سبتمبر 2019 بعد 5 أشهر من هجوم حفتر على طرابلس اعترض المسؤولون في المسؤولين في مالطا شدوا 1.1 1.1 من 10 مليار دولار من الدنانير المزورة ما قيمتها كذا وذكرت رويترز انه تم شحن ما يقرب من 4.5 مليار دينار من روسيا الى طبرق في النصف الاول من 2019 مش الاهالي طبرق يا ريت الاهالي طبرق طبعا الميناء فقط بالتزامن مع بدء الحرب لما بدأ الحرب من طرابلس جن وصل ل 4.5 مليار للاشتلاء على طرابلس تقول بيستولى على طرابلس بدون قتل بني أدمين وبشر وتعقيم ولا لا وفقا لصحيفة ليبيا هيرالد تتم طباعة الدنانير الليبية الشرعية في بريطانيا طبعا في المملكة المتحدة قامت شركة جوزناك المساهمة وهي شركة روسية مملوكة للدولة بطباعة الأوراق النقدية غير الشرعية التي تم الاستيلاء عليها في عامي 2019 و2020 خبر ثاني يقول أن في مزرعة في بنغازي فيها مطابع وناس مسؤولة وخبراء يديروا في هذا الأمر تشير بعض التقديرات إلى أن حكومة حفتر غمرت البلاد بما يقرب من 12 مليار دينار تم تزييفه في روسيا بين عامي 2015 و2020 الأمر قديم جدا تم استخدام الأوراق النقدية في شنو إن شاء الله المزيف بناء المدارس بناء دور الرعاية بناء المكاتب فيش تم استخدامهن هذه الأوراق النقدية اللي دفع أموال لمقاتلي حفتر وتم العثور عليه في جميع العام يعني توزعت في جميع أنحاء البلاد أدى ذلك شنو عاد شنو أدى أخرى زيادة شنو التضخم وانخفاض قيمة الدينار وتقويض العملة الرسمية طبعاً التي يوفرها البنك المركزي عرفت المشاكل اللي سببتها هذه القضية المزيفة كما أن الغرض الأساسي الغرض الأصلي الأساسي يقول التقرير من العملة المزيفة هو تمويل الحرب على طرابلس أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة هناك بعض المقالات نكمل إن شاء الله نشارك بها في حلقاتنا القادمة منها أن البرلمان العربي يمنح المستشار عقيل الصالح وسام التمييز العربي أمة أوسمة أمة شهادات تقدير أمة الدروع أمة أعوذ بالله من شيء كلام فاضي تمام والدول الأخرى تتحدث أمة أوسمة ونياشين دروع وشهادات تقدير زائفة أمة فوتوشوب جيوش فوتوشوب لا فائدة فيها على الإطلاق الناس الطيبة القادرة منزاحة عن صناعة القرار فاستولى عليها هذه الفئات التي أوصلتنا إلى ما أوصلنا إليه نتفرج على محرقة في الأطفال والنساء أمامنا ونحن لا نفعل شيء إلا إصدار البيانات والاستنكار النظري نكمل بإذن الله حديثنا عن أوطاننا وعن وطننا وعن عالم الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقاتنا القادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته